متابعو صوت بيروت انترناشونال، اهلا بكم الى جوله بدقائق وفيها صحبات من ايثر، طفل للاسنان لانقاص الوزن، اسطول يونايتد ايرلاينز الجديد، راس المراه تعود الى اليونان. نهاية حزيران كانت مأساوية بالنسبة للعملة الرقمية إيثر، حيث شهدت نزوحاً قياسياً لتدفقات رؤوس الأموال. أشارت البيانات إلى أن المؤسسات الاستثمارية سحبت 50 مليون دولار من صناديق ومنتجات إيثر في رابع أسبوع على التوالي من نزوح التدفقات، وخسرت إيثر 22% من قيمتها في مقابل الدولار، فيما بلغت التدفقات النازحة من بيتكوين 1.3 مليون دولار. إذا كنت تريد إنقاص وزنك فاقفل فمك، هذه المقولة بات لها تقنية، وبالفعل فقد قدم باحثون تقنية عبارة عن قفل مغناطيسي صغير للغاية يجري تثبيته بواسطة أخصائي الأسنان، دنتال سليم دايت كنترول هو اسم الجهاز الذي يسمح لمستخدمه بفتح فمه حوالي 2 ملي فقط، ما يقيده باتباع نظام غذائي سائل، ولكنه يسمح له في نفس الوقت بحرية الكلام من دون أن يؤثر على عملية التنفس. خسر المشاركون في التجربة في نيوزيلندا حوالي 6 كيلو في أسبوعين، وكانوا متحمسين لمواصلة رحلة إنقاص الوزن. 270 طائرة تعتزم شركة يونايتد إيرلاينز شراءها من شركتي إيرباص وبوينغ في عامي 2022 و2026. كلفة شراء الأسطول الجديد حوالي 30 مليار دولار. قالت الشركة أن طلب 200 طائرة يهدف إلى استبدال طائراتها القديمة الأصغر حجماً على الخطوط الرئيسية، وما لا يقل عن 200 طائرة صغيرة للسفر المحلي. ستسمح الطلبية لثالث أكبر شركة طيران في أمريكا من حيث الإيرادات بزيادة عدد المقاعد في شبكتها المحلية بنحو 30% والاستفادة بشكل أفضل من مراكز السفر الكبرى. هذه اللوحة التي سترونها الآن تدعى رأس المرأة، رسمها الفنان بيكاسو وأهداها إلى الشعب اليوناني عام 1949 تكريماً لمقاومته الاحتلال النازي الذي تقوده ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وتحمل إهداءً مكتوباً بخط اليد. هذه اللوحة سرقت منذ 9 سنوات مع لوحة أخرى للرسام الهولندي موندريون، إلا أن السلطات استطاعت استرداد اللوحتين واعتقال عامل بناء يوناني يشتبه بأنه سارق. رأس المرأة ستعرض في المعرض الوطني اليوناني بعد عملية تجديد كبيرة استمرت 9 سنوات وتأخرت لعدة أشهر بسبب وباء كورونا. كنا مع جولة بدقائق، إلى اللقاء.